اختتمت في مدينة صفاقس التونسية فعالية الأسبوع الثقافي الموريتاني المنظم في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية. وقد تم خلال الحفل تكريم شخصية ثقافية موريتانية وتقديم عروض فولكلورية عن التراث الموريتاني. نشاطات عديدة حفل بها اليوم الأخير من الأسبوع الثقافي الموريتاني في صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016. شملت النشاطات زيارات للمعروضات التراثية الموريتانية وتكريم وفد وزارة الثقافة والصناعة التقليدية من قبل هيئة صفاقس عاصمة الثقافة العربية وولاية صفاقس، بالإضافة إلى عروض فنية ترحيبا بالوفد الثقافي، وقد تناغمت هذه العروض مع الفن الموريتاني. وكان اليوم قبل الأخير من الأسبوع شهد تنظيم ندوة علمية تضمنت محاضرة للخبير الموريتاني لدى منظمة الأليسكو الدكتور عبد الله والبوبكر حول التواصل الثقافي الموريتاني التونسي. وتميز حفل الختام بحضور جمهور غفير من الموريتانيين والتونسيين وبتنوع المضمون. ها نحن اليوم بحمد الله وقوته نضع اللمسات الأخيرة على هذا الأسبوع الثقافي الموريتاني الذي نظمت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، والذي كان مناسبة لعرض العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية. فقد كانت الأمسيات الفنية والشعرية التي شهدها الأسبوع في غاية الروعة والجمال، وزادها سحر المكان هيبة وبهاء. سيغادر الوفد الموريتاني صفاقس الجميلة حضن الثقافة العربية الدافئة وأيقونتها، متمنين لتونس ولشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار، وإلى حلقات أخرى من التواصل الثقافي التونسي الموريتاني. أعلن على بركة الله ختام الأسبوع الثقافي الموريتاني بصفاقس عاصمة الثقافة العربية. الأسبوع الثقافي الموريتاني بمدينة صفاقس التونسية مثل إذن محطة بارزة من محطات التواصل الثقافي بين الشعبين الموريتاني والتونسي، وهو حلقة ضمن سياسة تهدف إلى التعريف بالثقافة الموريتانية وتعزيز مكانتها بين الثقافات.